السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص ريحة رمضان. ريحة رمضان كما ولفناكم اليوم معنا شيف نبيل اللي بربي إن شاء الله راح يتشرف ويقدم لنا زوز وصفات أكيد ليكم أنتم بالأكثر. أعزائي المشاهدين ما عليكم غير تهزوا ورقة وستيلو وتوجدوا رواحيكم لهذه الوصفات. كما قال نشوف مكونات ما كانش بزاف، ومتأكدوا وتيقنوا أن الأطباق راح يخرجوا هايلين بإذن الله. إيبان راح نشوفه مع الشيف نبيل. مرحبا بك شيف نبيل، راك بخير؟ صحة رمضان. الله يبارك فيك، شكرا. وش عندنا اليوم خويا نبيل؟ عندنا باتي شطرنج، هذا راح يكون طبق رئيسي. طبق رئيسي ولهنا عندنا مدخل لي بيني بولي فرماج. الله يبارك. كيما كنشوف مكونات مش بزاف، حاجة بسيطة وتستاهل ان نديروها في رمضان ان شاء الله. عندنا الحال سخون وذاك لازم سما نديروا الماكسيموم، ما نقعدوش في الكوزينه. هذا واش يبغاو ربات البيوت، حاجه جديده وخفيفه ورابيد هكذا، ليه بسرعه يوجدوها يفرحوا بها اكيد العائله والابناء ولا المهم بربي ان شاء الله. ماذا بينا يكونوا يستمتعوا بالشيء اللي نكونوا احنا بربي ان شاء الله عند حسن الظن اكيد ان شاء الله. المهم نبداو بالطبق الرئيسي. بسم الله. اللي هو باتي باتي الشطرنج. باتي الشطرنج يعني يجي على شكل عدلنا نلعبوا. الله يعمل على ربي. نشوفوا نلعبوا انا وياك صح، ونشوفوا شكون اللي يربع. داكور ان شاء الله. يلا واش عندنا فيها مكونات؟ فيها لحم مرحي، عندنا سكالوب مرحي، عندنا معدنوس، بيض، ملح، فلفل كحل. برك واحد زوج ثلاثه، سهل وبسيط.
تفضل. شوف القف نبيل من جهه اللي فيها. ايه نعم سكين اللي رايحين نقطعوا هاد هكذا نزيد واحد اخرى تفضل هكا لازم يكون في الوسط باش هكا نتحصلوا على قاعده صحيحه دايك هاي سبا هنا دوكا نبداو في لعبة الشطرنج دوكا نشكلو لعبة الشطرنج بالماء نشكلو الطاولة تاعنا بسم الله بدات تبان الفكرة بدات تبان الفكرة نديروا وحده لحم مفروم هكا وتجيب نعم وحده بالدجاج خلفين وحده هكا وحده هكا اها ومن بعد نمشيو هكذا ولا نمشيو في نمشيو قبل نمشيو نزيدو نمشيو هكا نروح هكا ومن بعد نولي نطلعوا ومن بعد من فوق بعد نعكسو من فوق سكالوب يجي فوق وفيون داشي وفيون داشي يجي فوق ولا يلا فهمت اللعبه انا هنا فهمتك يعني ما شاء الله نتمنى انه ان شاء الله بربي ان شاء الله راح نكملوا نجسدوا هذا الشيء اللي حوسوا عليه اللي هي لعبه شطرنج باللحم المفروم والدجاج بربي ان شاء الله راح تكون اكيد انا عجبتني ديجا الفكره ولهنا راح تعطينا ذوقين لحم مفروم مع الدجاج ايضا مفروم بشكل كذلك ذوقين لا شكلين كما قلتي اللي يجي هايل بربي ان شاء الله ان شاء الله وفكره من افكار ريحه رمضان باسكو ريحه رمضان تخليك انك تحب تبدع تحب تخلق حوايج وصفات جدد تحب نكهات جدد وهذا الشيء اللي نحوسوا عليها زي ما شفتوا تو دوكا راه كل شيء كاين يعني متوفر في الاسواق تما ما كانش حاجه اللي شبه هنا تنقص غير الافكار نعم هو كل شيء كاين صح حاجه مليحه سمعت الناس دوكا تحب حاجه صح صح تحب حاجه جديده حاجه جديده حاجه جديده نعم وهذه فكره صراحه هذه فكره متاكد انه هذه الفكره بربي ان شاء الله راح تعجب الناس بزاف ان شاء الله عبر الوطن وخارج الوطن ان شاء الله وهذا هو الشيء اللي حنسوا عليه هذا هو انه نوصلوا رساله الناس باسكو هذه سياسه ميساج اللي راح نوصلوا للاعزاء المشاهدين يعني اللي هما راح يعاودوا يجدوا في البيت او من غير البيت هكذا هذيك هي ايه. شكون تبعوا الخطوات باسكو كيما تبعوا الخطوات امبوسيبل صح حنا نريسيو هاد الفكره يعني كيما هذه ما فيهاش ماهيش وصفه اللي كبيره يعني فيها مكونات صعيبه فيها حساب حساب هذا تاع ذهنيا حساب هذا تحط فيون داشي فوق الاخر تخلف فيون داشي على السكالوب فاش كان بطيح في صح صح, صح, صح. هادي من بعد نلعبوها ها هاي اكيد لادان نلعبوها كيفاش على بصح ها تولي فيها بالصحه ولا علاش علاش هكذا شفنا بيل راك تشهي فيها بالصحه ولا هنا ها بالصحه ولا هنا
لازم احنا نتشهاو احنا نتعبوا باش نفرحوا الجمهور نفرحوا السيده اللي في البيت نعطيوها افكار نعطيوها حوايج جدد صح هي تلقى روحها و... ايه احنا او ميمطون تلقى روحنا هكا لو كان نقدروا ايه نعم صح باش يجي شويه عادي ماشي لازمنا دروك نزيدوها انا ديجا هنا بدات دروك نزيدو دو عندنا لحم مفروم دجاج لحم مفروم وهنا الفول متعكسه دروك نزيدو فيونداشي زوز فيونداشي هكذا ايه باش نديرو شطرنج كبير ها باش نديرو شطرنج كبير شحال يلزم حنا صايمين لازم نلعبو حاجه خفيفه عليك معليش نلعبو بحاجه صغيره برك صح هي كميه هكذا الله يبارك ديجا يا هكذا تكفي بعد افراد حاجه دوائر اكيد هذا على حسب فهمي تولي الام لهنا كيف تقسم تحبها رقيقه تحبها خشينه هي واش بغات تمشي في الله ديجا طبق بخاص كيديروا فيها رمضان معاه ديجا حوايج هاك سيدتي تكوني ديجا تحصلتي على هذا الشكل البدائي من بعد نسقو مليح ونعدلوها يعطيك الصحة الفكرة عجبتني صدقني حاجة سهلة يعني وجدناها في وقت يعني ماهوش وقت اللي كبير بربي إن شاء الله راح تكون وصفة أنا ديجا تخيلتها لأنه نعرف الطرق هذه كيفاش يمشيوا بربي إن شاء الله راح نوضعها أكيد في الفرن هكذا ونقدروا حتى نطيبوها بطهي آخر يعني مادام كانت في الورق الشفاف عفوا في صوص بلونش ولا نعم ومن بعد نقدروا نضيفوا لها إيه الله يبارك هذه وين تروح درك؟ هكا تروح الفرن يلا مباشرة نعمل على ربي لا يعطيك الصحة شيف نبيل هذه الوصفة دامي بربي إن شاء الله راح تكون ما شاء الله المهم حضرنا الطبق الرئيسي مع الشيف نبيل كما شفنا مع بعض بعد الفاصل إن شاء الله أعزائي المشاهدين راح نكملوا تحضير الطبق الأول اللي هو مدخل للأكل بيني بيني وفرماج بالجبن بولي السلام عليك أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مجددا كما رحنا وفاصل عاودنا رجعنا مع الشيف نبيل نعاود نذكروا الشيف نبيل يعطيك الصحة يعني وجدنا وصفة سهلة خفيفة فيها مكونات بسيطة حطيناها في الفرن روحوا المكونات تاع الوصفة الثانية نعاود نذكروا أعزائي المشاهدين واش عندنا هنا بيني بالدجاج والجبن يعني المكونات لهنا كما قاعدين نشوفوا دجاج مشوي أكد لي برك ملح فلفل في الماء مشوي في الماء في المقلاة في المقلاة وملح في الفلفل الكحل وريحته خامية ريحته ولهنا جبن طري جبن مهم ابيض يعطيك الصحة وعندنا معدنوس شابلور بيض ملح في الكحل الله يبارك تما يعني وصفة سهلة صحة نعملها على ربي نبداو نحضرها واش نحتاجو حاجة نحتاجو أكيد اللي راح نخلطو فيها